يعد نبات الشبت إضافة مثالية للعديد من الأطباق الغذائية بفضل نكهته الفريدة وفوائده الصحية والطبية العديدة. لكن ما حقيقة أضرار الشبت؟ ولتستفيد أكثر عن منافع وأضرار نبات الشبت تابع معنا الفيديو إلى الآخر. حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما تواجدتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني فضلا منكم وليس أمرا، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل. هي عشبة حولية برية من فصيلة الخيميات معروفة منذ القديم، أصلها آسيا الصغرى وقيل أوروبا الجنوبية. منابتها جوانب الطرقات والأراضي البور المشمسة، ساقها شديد الخضرة ملساء مخططة مجوفة يبلغ طولها نحو المتر، وأوراقها غمدية معنقة للساق، السفلية منها غمدها أكبر من العلوية متعاقبة الانتشاب مركبة، والجزء العلوي من الورقة مفصص إلى خطوط دقيقة كأنها أهداب. نوراتها خيمية التي تظهر في فصل الصيف متشكلة من حوالي 20 عود غير متساوية الطول، كل عود يحمل أزهارا صفراء اللون خماسية البتلات الكاملة والمنعطفة نحو الداخل، تخلف بذورا متلاحمة مثنى مثنى مخططة، وفي كل بدرة تظهر 5 خطوط منها 3 بارزة، العروق الشبت ملساء وتدية بيضاء اللون، رائحتها عطرية للغاية. الأجزاء المستعملة البذور المجففة في الظل والأوراق الجذور. أما الأسماء فهي تختلف من مكان إلى آخر، ويسميها البعض بالشبت، ويسمى البعض الرازيانج البري، ويسمى البسباس الحرطاني لتميز بينه وبين الشمر، البسيبيسة، وفي المغرب الكروية العمياء كمون حبشي. وذكر ابن الجزار أن الشبت ورقه بين الصفرة والخضرة وحبه أزواج متلاصقة تجمع في حيزوران، كما تعرض له ابن سينا وابن البيطار والأنطاكي باسم الشبت. وحسب الموسوعة في علوم الطبيعية فهناك 3 أنواع من الشبت، أولا الشبت المخزني، وثانيا الشمار وهو الرازيانج، والشبت البري أو الموم. والأنواع 3 متشابهة إلى حد بعيد، لذا كثير ما وقع الخلط بينهما، وهم ما يساعد على التمييز بينهم في البذور والنوارات. أما منافعه فمنافع الشبت شبيهة بمنافع الشمر والإنسون، يستعمل ضد السعال وانتفاخ البطن وعسر الهضم، ويمنع فساد الأطعمة شربا، لذلك يمكن استبداله بهما، فهو مضر للحليب، مزيل للتشنج، محبس للقيء. فنقيع أوراقه وجذوره يفيد المعدة والأمعاء، ويصرف الغازات ويسكن الأعصاب. والشرب منه لكأسين أو 3 في اليوم من نقيع بدره بمقدار ملعقتين قهوة في لتر من الماء المغلي، وقد يؤخذ لأوجاع الرحم بالجلوس على بخاره. أما الإسكان الدوزونتاريا فيكتفي بشرب مقدار ملعقة أكل في اليوم. ولتصفية الكلى يشرب المركب التالي: الشبت كارلين الشائع والهندباء، من كل واحد أجزاء متساوية تطبخ في نصف لتر من الماء، ثم يضاف لها القليل من العسل ليشرب منه 3 كؤوس في اليوم على جرعات. وقد يستعمل الشبت في المخللات والمشروبات المهضمة. وقال ابن سينا: إن الشبت منتج للأوزان، رماده ينفع من القروح، ودهنه ينفع من أوجاع الأعصاب وما يشبهها، منوم، وبذوره يضر اللبن، وينفع من الفواق الكائن عن طفو الطعام. وقال الأنطاكي: إن الشبت بالعسل نافع لأمراض المعقدة كالبواسير وقروح الذكر شربا وطلاء، وأنه من المخصوصين بدواء أعضاء التناسلية. وفي تجربة على ما يقارب 100 شخص يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون المشبعة، وجد أن تناول مستخلص الشبت مدة 2 شهر بانتظام أظهر نتائج رائعة في تقليل الكوليسترول والدهون المشبعة،
حيث أن الكوليسترول والدهون الثلاثية على الرأس قائمة أسباب أمراض القلب، لذا فالمستخلص منهم يحمي القلب. الشبت وصحة الشعر. للشبت فوائد عدة في تغذية الشعر ونموه، فهو يحتوي على عناصر معدنية مغذية للشعر تساعد على تلطيف فروة الرأس وتخلصها من القشرة وتعالج التقصف، كما يساعد زيت الشبت الشعر الجاف على إدفاء الرطوبة واللمعان عليه ويقضي على جفافه وخشونته. يعالج الشبت أيضا الصلع عن طريق تنشيط الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر والتخفيف من تساقطه المستمر، فيعود وينمو بغزارة من جديد. أما طريقة استخدام الشبت للشعر، تحضير حزمة أو أكثر من الشبت وتقطع قطعًا صغيرة، ثم تضاف كوب من الزيت دوار الشمس للشبت وغليه على النار هادئة مدة 10 دقائق، ويغطى ويترك لليوم التالي. في اليوم التالي يغلى مرة ثانية مدة 10 دقائق على النار هادئة أيضا، ثم يترك وتكرر هذه العملية يوما مدة 7 أيام، ثم يصفى الخليط للحصول على خلاصة زيت الشبت مع دوار الشمس لعلاج الشعر المنهك والمتساقط. ويعد الشبت إضافة مثالية للعديد من الأطباق الغذائية بفضل نكهته الفريدة وفوائده العديدة. لكن ما حقيقة أضرار الشبت؟ التفاصيل فيما يلي. وهذه العشبة تستخدم في إعداد العديد من الأطباق الشهية، كما تستخدم كذلك لأغراض علاجية متنوعة. لكن وبعيدا عن مذاقه اللذيذ وفوائده المحتملة العديدة، هل للشبت أضرار؟ عليك أن تعرفها. معلومات هامة حول أضرار الشبت بانتظارك في السطور الآتية. يعد الشبت من النباتات الآمنة عموما للاستهلاك الفموي، لكن الأمر لا يخلو بالطبع من جانب سلبي محتمل، إذ قد تنشأ مضاعفات صحية متنوعة لدى البعض عند تناول أو استخدام هذه العشبة والمنتجات المستخرجة منها، كما يأتي. أولا، رد فعل تحسسي. يمكن لاستعمال الشبت أن يثير ردود فعل تحسسية لدى البعض، لا سيما الأشخاص المصابون بحساسية من الأصل تجاه النباتات التي تنحدر من عائلة الجزر مثل الكزبرة والقرفص. وهذا النوع من ردود الفعل تجاه الشبت قد يظهر على هيئة مضاعفات وأعراض معينة مثل إسهال، غثيان وتقيؤ، تورم الحلق، تورم اللسان، وظهور بثور حمراء على اللسان، حكاك فموية. كما يمكن لتناول الشبت بكميات مفرطة أن يؤدي لظهور ردود فعل تحسسية كالمذكورة أعلاه. ثانيا، انخفاض سكر الدم. تشمل قائمة أضرار الشبت المحتملة مضاعفات متعلقة بسكر الدم، إذ يمكن للشبت أن يؤدي لهبوط سكر الدم، لا سيما عند استخدام مستخلص الشبت أو جرعات عالية من الشبت. وقبل الختام، أريد أن أسألكم، هل توجد هذه النبتة في بلدتكم؟ وما تسمونها بلهجتكم؟ وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.